استيلاء بسمة بوسيل على فيلا تامر حسني، معلومات جديدة إلى العلن. وبسمة تعلق: ما يجي لكش سكتة قلبية. باقي كندور في بالي كنقول لا تزلي. تعرضت الفنانة المغربية بسمة بوسيل طليقة الفنان المصري تامر حسني لهجوم من أحد المتابعين، متهما إياها بالاستيلاء على فيلا طليقها لترد الأخير عليه. وفي التفاصيل، تساءل أحد المتابعين عن سبب بقاء بسمة في فيلا تامر حسني رغم طلاقهما، لترد عليه مؤكدة أن الفيلا أصبحت ملكها. وكتب المتابع على صورة بسمة بوسيل عبر إنستغرام: عايشة في فيلا تامر حسني في الساحل ليه؟ ما فيش دم ولا كرامة، ده مش بيت القاهرة ولا أولاد عشان يبقى بيت الزوجة، ده بيت للمصيف في الساحل. لترد عليه بسمة قائلة: الفيلا أصبحت ملكي، يا رب ما يجي لكش سكتة قلبية بعد ما عرفت. وكان قد خرج الفنان المصري تامر حسني عن صمته، ووجه رسالة إلى جمهوره، أكد خلالها أنه لا يربط أعماله الغنائية بحياته الشخصية. وفي التفاصيل، نشر تامر عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر إنستغرام رسالة قال فيها: لاحظ أنه في بعض التعليقات كل ما أنزل موضوع أغنية أو هزار معاكم، بعض الناس بيربطوا بحياتي الشخصية، ده غلط يا جماعة، أولا مش أنا اللي ممكن أعمل كده. وأضاف الفنان المصري: رغم الظروف الحالية ما زلت أكون لبسمة كل الحب والاحترام، ده غير أنه هي شاركتني في اختيار أغنية، ومهما يحصل دي في دمي وأم أولادي وعلاقتنا كويسة جدا، دلوقتي ولو طلبت عينيا مش هتأخر. وتابع تامر حسني: تاني حاجة أنا بحب أهزر معاكم دايما من يوم طلوعي، لو في أغنية أو نكتة حلوة أو إفيه حضر في دماغي أنا على طبيعتي معاكم. وأكمل رسالته: ثالث حاجة الفنان الحقيقي اللي بيعبر عن مشاعر كل الناس في كل حالاتهم، يعني أنا بفرح لما بلاقي أغنية بتغنوها وإحساسها واصلكم، لأني بتعب عشان أكتب الكلام لنفسكم تقولوه أنتو. This is not Paris. This is not London. بدورها ردت طليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل وقالت: يا تيمو انت كمان عندي زي ما انا عندك، ربنا يوفقك في شغلك دايماً.